بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دعائے مغفرت روزانہ صرف 3 بار سن لیں. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا, رزق اور مار و دولت کے لیے تمام خزانے کھول دے گا. 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں یا سن لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. صدق الله العظيم. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.